اخوي. شلونكم يا غاتي؟ شلون الصحة؟ ارحب بيكم بحلقة جديدة من برنامج الموعد. يا بالناس من يشوف واحد يكذب الناس تنهزم من عده وما تحبه. بس ضيفنا اليوم ايش قد ما يكذب ايش قد ما الناس تحبه. عجيب. بقيته يا اسبوع قبل ما اصور الحلقة كبرني 30 سنة. دبقوا وياي وخلينا نشوف الموعد ومن ضيفنا هذا اليوم اللي هو اكبر كذاب. دبقوا وياي. الو الشباب المضلين كل شات خابرين الشباب بالمحاضره ليه يروح يجي العقيد؟ هنا يا عقيد العقيد مال كلية. اسمع عميد. احنا بعد ما رفعوا عقيد لي هسه ما صار عميد. شلون يعني؟ رفع بكيفي؟ انقطع ما اضوج من التتشان هذا لمس يضوج. حسرة واحد تطلع له شيبة بين 24 ساعة يخبرون عليه. يعني شو الحاجات؟ الله يصيبه من البنات. يابا. هوبي والله سمعته يكذب. هذا بعده يكذب. مرجلك بالكابور اشوفه. ها هوبي الله يساعدك. ميت اللي شلونك؟ اي ابي ابي كنت تحكي انا؟ ايه اي ولد خطيه. شبي سلامات. هذا ودي عنده معامله تعرف خطير ينقبل بكليه الطب. ايه تعرف انا اصدقائي كلهم اطباء سووا له اصلا ما قبول بالطب ما خريج طبيه قبول يعني شو علاقتي بالكليات زينه. انت مو مضمد؟ منو؟ انت ايوه شبقى مضمد هاي صار 40 سنه غير شوي 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 الحمد لله وشكرا الله ينفخ صورتي صرت دكتور طبيب. هو من يقدر على كذب هوبي؟ الله اكبر عليك. بس طالع حلو ما شاء الله. لو جاب الصنطور وياك حتى بالمره تشالغ بغدادي وانا مربعات تسوي. هوبي شنو الحكي يابا؟ اقول لك هوبي. دز لي على شاي دز. خير؟ ظهري للصبح ما نل. فقرات هاي. العلاج ماله عندي. هذه تسوي تجيب كيس بنتو. من هذا بال 20 طن. لا عفوا 20 كيلو وتصير على ظهرك تصعد الدرج يوميا 6 مرات وتنزل. وكاني بايتين ما بي احلى اصعد الدرج. صدق كذب خليك جاي قاعد ثاني شلون يوميا؟ الصبح ما نمت للصبح عوفنا من هاي العلاج مالتك. اقول لك هوبي تذكر السالفه شنو؟ وانا دابا على التلفزيون ايه واشوف على قناه الرشيد واحد يشبهك برنامج ومسلسل يخبر اسمه اكبر كذاب. هذا مو انا. شلون مو ليش هوبي مو انا يا بي هوبي صار ايش قد اعرفك انا يا ليش انا كذب بعد ابد ابد وانا كذبت طبعا قالوا لي على البرنامج وهاي القناه يعني عندي عتب وياها. ليش يعني هاي مو انت مو انا يا بي يا بي ايش بك سبحان الخالق. بس الملاعين شلون مسوي حلو هذا المسلسل؟ قد حلو؟ يعني شايفه؟ شايفه والله حلوه الحلقات موته مخليين بيها جرافيك. هذا جبن؟ لا مو جبن جرافيك يعني مسوين بيها شويه ملاعيب حلوه. وهذا انت لو مو انت؟ لا لا مو انا مو انا. زين شنو يا حلقه حب يعني عجبتك اكثر حلقه؟ عجبتني الحلقه مال مالي هاي البلم مال تاتانيك حلوه. ايه. ايه. انا كل ما يطلع ايه. اظل باوع يا ربي هذا وين شايفه؟ هذا مو يشبه هوبي. بس بس انقهرت كل انقهرت هاي مال تاتانيك والله شبعت بكي. خطيه على روز ماتت. ايه بكيت بكي. على روز؟ لا مو كانت لابسه محبس خطيه قلت ليش ما اخذتها منها قبل ما تغرق؟ شلون محبس 21 عيار يعني مثقالين ونص. راح هيك حرامات يعني انت ما بجيت على روزه بجيت على المحبس
يا بس انت تلمت وايد سالفه. شنو عاد نحكي يا هوبي؟ ايش ولا شايله؟ كل شيء ما من وراك. وحلقه القناعهم حلوه. هو انت مثلت بيها لو مو انت؟ او ما قنعاني. بروح امك. ايه. يعني بس حلقه واحده؟ يا بس كم طلقه ضربوني يمكن شاجورين نخلوا نخض. ما متت. ابد ما اموت. شلون؟ المهم بعد هي كل ما نغوص باعيته. اي والله. ما اموت بطلقات ابد. بس المشكله بصدقه من كذبه ما ينعرف. هسه انت بكبر كذاب لو مو انت؟ بروح امك. ها؟ بروح امك احكي لها الصدق. هسه انت شوي هنا ما اقدر احكي، انا كنت تعرفني. ايش اوديك على مكان بيناتنا؟ شو عشط؟ انا اخيك تشتم هو عدي يبي. تدز لي على شاي. شو تسوي بي؟ يقول لك مضر بالصحه. حامض حامض. بعد شلون انت تقول له لهذا الولد صار 52 جاي؟ أنا شارب؟ إيه 52 سنميت؟ شنو؟ قل لي هوبي ها تلعب دومنا ويا نفسك؟ إي لعبت دومنا ويا نفسي بس شو ربطت على نفسي ما أعرف شلون، الدوشة ايش مات بإيدي، شنو المسألة ما أعرف خطية صغير شان بس شنو شلون لعبك؟ أقعد هنا ألعب، أطفل هناك ألعب، ما حد غلب الأخ قفلت، لا شلون لو عيب؟ زين فين هنا ألعب أنا ماني؟ هوبي يا هوبي هوبي مدوق كل القهاوي هوبي اويلي على هوبي اويلي يوميا يكذب 26 ساعة باليوم اول عام تسمعنا سيقول لك كذاب دمشي دمشي وياي وين نروح؟ دمشي امشيك على الشط شوية شوية بكذا التعب ما ظهرك يروح يلا يرحم ابويكم يا ابا ما اريد انرجيله مو طيبه احمد ما راح تدفع حسابها ادفع تحتاج ما خذ لي شاي اي والله بعدين اعطيك يلا امشي هوبي هسه ما ابي على قوم هوبي ما تقول اشيل لك اي تقوم عادي بتقوم هوبي ها توقف شنو اي جت شاي الفرح معنا هاي اي هاي الشاي بس على حساب من؟ على حسابك كان اعرفك انت شايفك لك شلونك يابا؟ شلون الحمد لله الله يسلمك شلون صار زين؟ ابو صديقي كنا طيارين ابو طيار هذا مو قلت انا طبيب لا مو بطلت من الطب رحت انت تشنبت باي سالفه ما تقول تشنبت اشرب شاي يا ابي بعد الشاي نشوف هو وين راح يودي اي مو كنا جوا بهالفي الزين وشايات الى جبتنا هنا بالحار ما احب القهوه هاي عام قاعده ترى عالم بيت بلع 24 ساعه بالقهوه يقول لي ما احب القهوه اي احتاج يقول لك هذا يكذب وانا حرام اسمي اللي ما اعرفه يا ابوي ما يسموك هو بالكذاب اي اي يلا هسه سولف ليش جبتنا هنا؟ على هو الشط الطيب حلو زين ظهرك اه الاعلان شنو ايه. انا 24 ساعه عسل ما تشوف جسمي شلون مستقيم ما شاء الله طبعا رياضه ما شاء الله ايه. اقول لك هوبي شفت لك صوره بالكاريبي كاريبي ايه مو اني يابا هم رجعنا على الكاريبي وما كاريبي مو اني هاي هذول كل ما ادري مين جايب هاي مال الكذاب هذا مو اني يعني هذا انت على قناه الرشيد موت لا لا مو اني بس صدق حلوه مال قراصنه الكاريبي شلون شو تذكرك هو شو تذكرك انا قبل كنت البحر والشط عندي هي زلاطه يعني شلون يسموني هو بالكوسج ما افتهمت مره إيه؟ طيار مره سباح مره طبيب وين راح توصلنا لا 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 انا بالشط غير ما يلحقني كوب الغط من اغوط اي با الضغط مره ايش قبلك هاي السالفه ايش غطيت مره انا غطيت ايش غطيت المن شنو المن غطيت ابنك؟ لا لا مو غطيت يعني حطيت غطة لا بالشط ها بالشط غطيت جوا بالمي 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 عندي ابني حمودي يابا حبيبي حمود عمره كان سنتين صغير قاعد يتفرج علي ايه واقف الحالة من تمه وكان اغط ايه غطيت والله هناك طلعت دور على حمودي ماكو حمودي ابني وين حمودي؟ حمودي وين حمودي؟ حمودي غرق وين راح؟ وين حمودي؟ قال راح المدرسة شنو مدرسة عمره سنتين؟ قالوا لا من صار تجد غلط صار اربع سنين صار ست عمره سجناه بالمدرسه تراح ظهري اربع سنين انا غاط وما ادري بنفسي
انت عم يصدقها واحد ويقول ما كذب. ايه رياضه. ومره شوف مو بس اخط مره اكو ثلاثه غرقوا قدامي بس شب ماتوا. لا العالم انهزمت ما حد طلعهم. تعرف ما حد يقرب من الغرقان. الغرقان يتشلب بعد يغططك انت وياه. انا بساعتها ايدها عندي من الشنجه واقفه هيك وبتكد اروح عليهم. كان احضنهم ثلاثتهم وشلون طلعت هاي رجلي بس ايش اسوي؟ كان اطلعهم ثلاثتهم؟ ثلاثتهم طلعتهم برجل واحده. انت هيج بلدل برجل واحده برجل واحده برجل واحده. قول انت ليش ما شاركت بالاولمبياد؟ نزلوا علي ما حبيتها. ليش؟ قصيره. شنو هي؟ اولمبياد مو بنيه هي؟ اولمبياد مسابقات هو يا بس تتلعب انت مع الاولمبياد. انت بتقول الرياض رياض بس اذا تلعب فرق راسي يابا فرق. هسه احنا وين سالفتنا؟ سالفتنا على الرياضه والشرط. يرد عليك انت رياضه. انا مو من درجه اولى يعني رياضي طبعا. انا اذا تلعب لك سناوي هنا العب اقلب تقلب. اسرع علينا هوبي. وين كنت تلعب يا نادي؟ مو نادي وحدي. انا ما العب نوادي طبعا. هالنادي العالم تجي يمي زين. ايه سواك العاد هوبي. ها هاي الحلقة مال مال من؟ الحلقة يا حلقة ملابس حلقة مو الحلقة مال زواج. انت متزوج؟ انا تزوجت. اي اي وما صار عندك جهال؟ لا مو ما صار عندي ما صار يا بس وفاة. قول لي بس تجاوب لي صار عندك جهال ولا لا؟ والله يعني ما صار عندي. لا حمودي ابنك مو تقول عندي ابن حمودي. وليت قبل هسه مو فرق عندي يعني تأتي على الوقت الحاضر لو مو انت مو حيرتني. وانا حيرتك لو انت حيرتني. والله يا ابو منو؟ انت ابو مصلح ولا ابي؟ انا جيت وياك. وين؟ جيت طيار. انت طيار؟ اخ شوف حتى انا كنت اكذب. شو غارة شو؟ مولاي هذا هوبي. هوبي هوبي انا هوبي. تاخرت عليك تايلر اسف. ازدحام ويقول قلت لي كوستر. لك بابا انت وين؟ وين انت بساحه وميدان؟ حلر صاحبي ليش رابطي؟ تحكي بيناتنا هذا ما كنت برنامج مال كره الدباب على الرشيد. هذا كله تهاني. لا شلون تقول لي مواني ملعون؟ لا انا بس شغله الكذب ما له علاقه بيها. هم قسموها كبر كذاب. شكو شغله بيها انا مسويها. يعني صدوق طبعا كل انا. وانت كل رايح هاي الدول كل انا مسافر السباح انضرب طلقات اقمز انا. طبعا وكو حلقه مسويناها كان بدي اسويها. شنو هي؟ مال طرزان. من لحقنا انا على الشجار اقمز قمت على الشجار طقت فقره عوف خاتولي. ايه انه هواي 14 خاتولي وحدي يبقى تطلع خاتولك. تدري مرة انا بغابة ندهدر بالاغصان نتلب. تدري حتى قرد من القرود انتحر. قرد انتحر هي باوة عليه هيتي حتي اول مرة. قال هم هو بي اكتش بقيت لنا الا تتمرجح انا سرعت سوي كان يضرب نفسه بسجينة. والقرد القرد ضرب نفسه بسجينة. ايه خطيئة. بس شلون حركات تسوي؟ شلون هو؟ الغصن ما يصير مو ينزل ايه؟ منا؟ ايه؟ لا لا هو ينزل منا. من ينزل؟ منا لو منا؟ لا لحظة لا منا ينزل. منا. أنا شو أسوي؟ شو أسوي؟ رأسي أنا أكون شبيه. بس تعرف أنا كم سمعت مو كم سمعت اعتيادية. ايه؟ أسلم. سلم. منا سلم على أساس والله. هوبي هذا وينه؟ غرق هوبي وك هوبي هذا يكذب أدري بيه ما يعرف يسبح. راح هوبي. طبعا اليوم عندنا احنا مشاهد المفروض مهيئيها من الدرس السابق من المحاضرة السابقة وعيننا كل مجموعة ايش راح تقدم. قبل لا تقدمون المشاهد واشوفها نريد نحكي تفصيلات بسيطة قلت لكم عليها حتى تخلوها ببالكم عندما تقدمون المشاهد. فن التمثيل اللي هو اختصاصكم. الممثل يحتاج في فن التمثيل إلى شيئين أساسيين اللي أساتذتنا ومنظرينا الأوائل قسموها إلى عدة خارجية وعدة داخلية. ماذا نعني بالعدة الخارجية؟ اللي هو الصوت والجسم الحركة وما يتباحن طبعاً شغل الوجه اللي يسموه الميمكة
ايضا العده الداخليه اللي هو الاحساس، التركيز، الخيال، كل ما يتعلق بالاشياء الغير ماديه اذا صح التعبير. لذلك الان عندما تقدمون المشاهد لازم تخلي هذه القضيتين ببالك. استاذ اياد، احنا على ذكر الاسترخاء بعد ان سمعنا هذه المحاضره المهمه في عالم التمثيل، بعدين راح نسال الطلاب، انه طبعا اياد راضي ممثل جيد جدا، بصراحه هل هو مدرس جيد جدا؟ زين، هاي النعم لازم تسأل أمواني، ما موجود لأن يخافون. أنا اسمح لي يعني أكون ينظر. إيه لا، هاي النعم ترى ما له علاقة بزيادة درجاتكم، يعني اللي يقول نعم أياد راضي ما راح يزيد درجته، يمكن اللي يقول لا ويكون جريء. لازم نعطي رأينا يعني بجراء، لأنه المعلم قيمة مهمة. المعلم إذا ما وصل المعلومة بطريقة جيدة ومحترمة وسلسة، أنا أعتقد هذا مضيع للوقت. فبصراحة مدرسكم مدرس جيد؟ نعم جيد. الآن بعد أن شفنا، هو طبعا هو كان طالب مجتهد والآن هو مدرس مجتهد، راح نرجع بالزمن. والله نتمنى يعني يكون مجتهدين، نتمنى إن شاء الله راح نرجع. يعني هم يستحقون، طلاب يستحقون. يعني الحقيقة طلبة يستحقون أن تقدم لهم أشياء يعني. جيد، هذه مسؤولية كبيرة. راح نرجع للزمن ونرجع بالزمن. الآن أنا أتمنى أنه أنت تكون حضرتك طالب. إيه الله، شفايت لي شفايت لكم من أي ناحية شفايت لك؟ أنه تريد يعني يصغر بيك العمر؟ شغلتين، الأولى أن أستفاد من معلومة، والثانية والأهم أنا أرجع بالعمر. حزنان على عمرك المضي؟ لا مو حزنان، أكو أشياء يعني بعد ما حققتها واي يراد لك يعني أعمار، مو عمر يراد لك أعمار. إيه طبعا. زين، صف الأسماء التالية بكلمة واحدة، أكثر من كلمة اكتب لي، راح اخليك انت تكتب لان هوايه شو اسمه. صف الاسماء التاليه بكلمه واحده: عبد الرحمن المرشدي. بسرعه، انا ما اعطيك فرصه تفكر. يلا بعد جاوبني على كلمه واحده. كلمه واحده بس. احبه. شيء من جانب الفني. ها فني؟ اي انا ابو العاطفي. يلا امسح لك انا. لا ما نعرف، انت تتهرب بطريقه دبلوماسيه. اعرف. عبد الرحمن المرشدي. ما راح اصير جمله، مو كلمه، ما يخالف. مو جمله متلفظ كلمات. يلا خلينا نشوف. يلا. ستايل. ستايل خاص برحمن فقط. زين، بما انه انت تريد تمثل علي هنا، انا اقول لي خوش ممثل لو اكتب نعم، لو كله خوش ممثل لو مو خوش ممثل. لا مو خوش ممثل. خوش سالتك انا نعم ام كله. لا مو هي مو تعال باوع. لا تشرح رحمان وقت ما اكل المحاضره، راح انتقل لمكان ثاني. لا هيك لا انت شرحت انه ستايل خاص برحمان يعني ما عاد يسوي مثله. انا فسره إيه؟ انا كمتلقي فسره انه يعني صح هو مسوي له ستايل خاص. انت يا دراضة ايضا عندك ستايل خاص. مرد نحرق الاسماء التاليه. قل لي نعم ام كلا بقناعتك. ممكن تحضر لي اي. لا مو هيك، هذا بها احراج. انا قايل على وصلت الفكره، معناته ما مختلف. لا نروح على الاسم الثاني. نروح على الاسم الثاني. انت سائلني قبل وسولفنا بهذا الموضوع. نروح على الاسم الثاني. ما عندي وقت. على اسم نسول اقول لك نعم. ما عندي وقت. ما عندي وقت. وصلت الفكره، المشاهد هو بعدين انت وعبد الرحمن. مو انا افهم حتى يفهمون الطلاب، تعرف شنو هذا يفيد. زين. التمثيل مو وجه واحد. يعني انا امثل كوميدي، أنا ما أقتنع بهذا الممثل، أنا أمثل تراجيدي، ما أقتنع بهذا الممثل، لازم أنا أمثل استعراض، أنا أمثل بانتوماين، أنا أريد الممثل شنطي شخصية يروح يقراها يشوفها يجي يأدي لي إياها. زين، أنت ما تؤمن بالاختصاص؟ اختصاص يعني اختصاص الاختصاص. اختصاص الممثل ممثل، اختصاص إخراج إخراج، اختصاص إضاءة إضاءة. يعني لو سمحت مو يختص ممثل. لا لا أحاججك يعني بشغلة، ولو احنا يمكن نبتعد عن الموضوع. هو رأيي يونس شلبي عندما بس أشوفه تضحك. ومحمود المليجي تقتنعون ذا يونس شلبي مثل
تراجيديا ويطلع شرير ويطلع هاي؟ عنده ادوار هوايه مثل بها تراجيديا. مثل ايش؟ انت ليش يونس شلبي عادل امام مثل تراجيديا؟ يعني بس ما مقنع؟ احمد زكي مثل كوميديا، ما مثل كوميديا مقنع؟ ايه ايه، يعني اذا انت مع الممثل الشامل. وصلت الفكره، روح على روح على الاسم الثاني بس بدون جمل، يعني بدون جمل. ماجد ياسين. ابو ياسين لو انت جايب لي اعز الناس. اي رحمن وماجد. احنا رايك بيهم كممثل، وانت الان مدرس، الموضوع اختلف. ياسين عادل اي يضحكني جدا. زين دجامل عبد الرحمن وكتب يطربني جدا. المطرب دجامل رحمن المطرب. زين نروح ماجد ياسين يضحكك جدا. ها ماجد ياسين يضحكك جدا. مطرب. نروح على نروح على الشخصيه الثالثه اياد، لان ما عندنا وقت. مطرب اخال. مطرب اخال. نروح على الشخصيه الثالثه. الشخصيه الثالثه سعد خليفه. سعد خليفه شو تقول عنه؟ اقرأ لي شنو؟ سنيد. سنيد نمبر 1. سنيد هاي للمشاهدين اشرحها باختصار. سنيد يعني ليهيئ الممثل النجم او يرفع له بطريقه جميله. حضرتك شنو رايك يعني سنيد بطريقه علميه بس مختصره؟ يعني هو سعد خليفه اذا يوقف يا ممثل الاول ينطي سند كلش قوي. زين. يعني من اروع الممثلين، من اروع الممثلين السنيدين. ايش تشتغل وياه هو يشتغل وياك. يجاوبك. زين. نروح على الاسم اللي اختاريت لك ايضا، الاسم الرابع لؤي احمد. طبعا احنا مشاهدينا الكرام بهذه الاسئله اذا تشوفون احنا بهذا الاسئله البسيطه اختارينا نجوم الكوميديا، مع احترام للنجوم يعني الاخرين اكيد عندنا كثير يعني نجوم. لؤي احمد. لؤي احمد ممثل كوميدي ممتاز جدا. طبعا لؤي احمد الوحيد من تشوفه انت تحس بيه انه هذا اكاديمي. هو مدارس للعلم. هو ما اعرف حسب ما اعتقد انه مدارس، بس الوحيد الممثلين اللي تشاهده تحس انه هو دارس كل اصول التمثيل يطبقها على المسرح. جيد جدا. ملتزم جدا. انت وصفته بكلمه. نروح على الاسم الاخير، خلينا نختار عنصر نسائي. ها لأن هو من طاقم المحاضرة أستاذكم قال يا ولد ألغى وجود الآنسات الموجودات. إحنا ببرنامج ما راح نلغي وجود الآنسات. انتبهت أنا على هالملاحظة؟ انتبهت وياي؟ من خاطبكم قال يا ولد. ها أنا منتبه على هالمحلو. إحنا راح نعطي حق المرأة ما يزقمر. ما يزقمر. الممثلة الاستعراضية الأكثر اتقانا و تأثير وتأثير. يعني هي أكثر وحدة بهذا ال... إحنا ما عندنا ممثلات استعراضيات هواية يعني. يمكن مجد قمر هي الأولى تعتبر بالعراق يعني تمثل الاستعراض. زين. تمثل وترقص وتغني يعني. أعطيني القلم العفو. أنا يعني أنا راح أعطي نتيجتي، لكن بعد أن أسمع الطلاب
قناعتهم وش قد بالمية بالنسبة لأجوبة أستاذكم أياد راضة؟ اتفقوا على شيء؟ خلنا نختار واحدة من الآنسات، اعطيني نسبة بالمية ايش قد؟ اي حضرتك؟ 80%. محمد 100%. 100%. استاذ عبد الطالب انت ماكو استاذ عبد الزه. اي اي نزل 5 درجات لخجل او احراجه، خمس درجات لانه انت ضغطت عليه زياده، 90. متفقين على انه اياد راضي ياخذ 90؟ عندكم اعتراض؟ 90. الحمد لله طبيه. اياد راضي ياخذ 90. بس انت ما عرفت الدرجه الكليه ايش قد من 1200. هي يعني ما حد يدار وين رحت مال حلاق. جيد، انا بقناعتي انه اياد راضي ماخذ 100% لسبب واحد، انه اياد راضي جدا موضوعي وجدا صريح وجدا يصف الحالات بطريقه صحيحه يعني، ويفصل بين الصداقه وبين العمل. اذا اردتوا تنجحون افصل بين الصداقه وبين العمل. لانه انا صح اعطيت 100. انت اعطيت 100؟ منو بعد منو اعطي 100؟ لا بس انا. استاذ ما حد قد يصير يعني 250 ما اجيب منه، يراد 50 بعد تجيب اللفه. زين، انا اشكركم الشكر الجزيل، اتمنى لكم التوفيق. شكرا لك يا اياد راضي. أنا مدرس، انا برايي انت مدرس جيد. أشكرك. لانه انت تنقل خبره كبيره من خلال عطائك ومشوارك الفني الكبير اللي قدمت به اجمل الاعمال. راح ننتقل الى مكان اخر بعد انه شفنا اياد راضي مدرس وشفناه معلم بنفس الوقت وشفناه طالب بنفس الوقت. راح ننتقل انا واياد راضي الى مكان اخر. مشاهدينا الكرام، عندك شيء تقوله بعد؟ انا باسم الطلاب وباسم احد فيهم جميل اشكر قناه الرشيد طبعا، انه تتفقد الفنانين، تروح لمكان عملهم، تشوف نشاطاتهم، هذا فشي حلو يعني. جيد. يعني مو تقليدي، الحمد لله نحب الاشياء الغير تقليديه. الحمد لله. تقليدي يوديك للرتابه، يوديك للملل. جيد، اذا ننتقل الى مكان اخر. تروحون قبلي واجيكم لو نروح سوا حسب قدسيه حسب قدسيه المحاضره. اكمل المحاضره. ماشي ماشي، احنا يعني نستاذن عندكم. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد الفاصل، وهذا البارت راح يكون البارت الاخير بالنسبه للقائنا وموعدنا مع نجمنا ومحبوبنا اياد راضي. اياد، الحديث معك ذو شجون وعندك تفاصيل كثيره بحياتك، لكن خلينا نتكلم عن رحله ومحطه مهمه جدا هي في حياتك، اللي هي انا اعتبرها قناه الرشيد. عندك عطاء كبير والتقاء كبير مع قناة الرشيد من خلال حرب وقمر، من خلال كاريزما، من خلال طرب أصلي، وتكلمنا بالبداية اللقاء عن أكبر كذاب. كلمني عن كاريزما وحرب وقمر وطرب أصلي. كاريزما هو أول عمل للقناة الرشيد. تمام. هو العمل. تمام. أي والله ذكريات كاريزما جميلة جدا يعني، احنا اشتغلنا لحد الآن. أتذكر كان فصل الشتاء وبرد قارس جدا جدا. والمكان اللي صورنا به كاريزما كان اكثر المشاهد في بيت اللي هو بيت الشخصيه الرئيسيه فنان حبيبنا ناهي مهدي. زين، فانا اطلع صديقه اللي وياه يعني اللي دمره يعني اذيه. زين، وكان البيت تعرف يعني احنا تاركين، مو يعني ما بيه سكان، ما بيه ناس قاعده، لذلك ما بيه تدفئه مشتغله دائما. وقت التصوير نجي نشغل، تعرف وقت التصوير نطفي لازم. فبرد برد يعني برد، من اقول لك برد مو هذا البرد العادي. شو تسوي يعني؟ لازم لذلك انت تشوف هسه بعض المشاهد يتصور المشاهد من يشوفه يعني جو كلش طبيعي. يعني تمثل وترجف؟ تمثل وطقطق. جوري عوف هذا الحكي، اللي ما اعرف قريب مجله، ما ادري واحد محافظك اياه وقايل لك روح احكي. افهمني افهمني، اريد احس بحبك. يعني شلون تحسين بحبي رياه؟ ليش هو حبي شنو؟ صوبة كهربائية؟ اي اريد احس بدفء كلماتك. شبيك مو حافظ لي محفوظة؟ لان اقرأ لك نشيد. نشيد شنو جوري؟ قل لي احبك. احبك مو هيك، قولها باحساس باحساس باحساس. يا حظ، شبيك ما عندك احساس؟ رياه تقبلين تزوجيني؟ جوري صدق على الله.
الله صدق المحمد اموت عليك لك اختصار لكل كلام الحب بكلمه واحده حبيبي حب ايه هاي الدوالغ مو علينا ترى عرفوا لهم لك يا دوالغ ريا قدرين توديني للكندي وبعدها اجى سري للغايه ايضا شاركت فيه اي بس ما كنت انت البطل لا سري للغايه ايضا هو سري للغايه انا اطلع المحروس هذا الرجل الفقير اللي يجي من القريه ويتعين يم قرايبه بالداخليه ويكتشف بعض الاشياء العصابات اللي تشتغل فعلى يعني على فطرته وعلى بساطته يعني يكتشف هذه الاشياء ايضا بيل كان الزميل الفنان المبدع علي جابر وكثير من الشخصيات اخواننا طبعا ذكريات جميله لا تنسى هذه الاعمال اللي اشتغلناها محروس ريوق ما اقدر اتريق لان عندي شغل مهم جدا بالداخليه زين انت روح الله وياك يصير انا انزل لبغداد ليش انت مو ببغداد لا انت وين لا يعني قصدي اريد اروح لقرابتي سيد اريد اشوفهم عميد حامد مو لا سيدي عميد حامد قرابتي من امي انا ايش اصيح لخالي ذول قرابتي من ابوي يعني عمامي وسيدي انا ما تيه هم طوني خوش بصاف وقالوا بيتنا بي باب ويوم الباب جرس من الدقيرن هو أنا أشهد عليهم ما تيه هذه التجارب يعني مع مخرجين سوريين تحياتنا لهم من هذا المكان زين يعني هاي كانت لو كانت التجارب مع مخرجين عراقيين ما كانت أضافت لك لا بالتأكيد نفس الإضافة نفس الإضافة ولكن تعرف أنت الآن يعني أنت من تاش تتنوع أي مهمة هذه أن تشوف تجارب أخرى أي تجربة ترى هي تفيد تمام أي تجربة في شغلنا إحنا بها إضافة بها إضافة بها نروح على يعني عمل جدا نجح وكلش محبوب انا شخصيا كنت احبه واحب اتابعه واحب حتى التايتل مالتي اللي هو طرب اصلي طرب اصلي ايضا رائع انا احب الاعمال هذه اللي بيها استعراض وغناء وتعرف تهيئ لك فرص ومساحات كبيره للاداء يعني كل حلقه بها شخصيه مختلفه تمام بس خلينا نشرب الشاي وبعدين نحكي عن طرب اصلي والله زين اكثر حلقه شكرا يا حبيبي أكثر حلقة حبيتها بطرب أصلي حبيتها وتعايشت إياها ومثلتها حلو والله كل الحلقات إن حلوات بس أكو تعرف أكو حلقات يصير بيها أكثر يعني عادات تعرف إحنا نضحك مرات وهواي نضحك خاصة بهيج أعمال زين مرات حتى ما يصير من يعني كثرة الإعادات مرات تجبر المخرج أن يسجل التيك حتى هو والضحك وصارت عندنا هواية مثلا ايش تذكر؟ يعني اكو حلقه من الحلقات يعني مثلا على ما يبدو اكو اسعاف اكو يمكن واحد مشاهد يمكن مات من الضحك صوت الاسعاف زين زين يعني ماكو حلقه عالقه في ذاكرتك؟ والله كثير من الحلقات حلوه والاصعب شوف لو تلاحظ انت انه احنا كنا نسجل الاغنيه بصوت المطرب حسين انت تحب حسين الغزال وتغني وكانه حسين الغزال ده يغني لازم ولا تطلع باهته زين اذا ما تعطي نفس التفصيل بالمفرد اللي دا يقوله هو شلون دا يقوله وتتفاعل بوجهك تعب حسين الغزال معروف عنه مطرب يتحرك هواي بصوته تعبك تعبني طبعا زين. لازم احفظها هذه بضرب اصلي شوف تجربه جديده انا سمعت الاغاني بس بعد كنت ما حافظها زين ايش قمت اسوي؟ جابوا لي سبوره كبيره كنت اكتب عليها الاغنيه بخط كبير وواضح سبوره هنا وسبوره هنا سبورتين اكتب عليها هاي احد الاشياء الجميله اللي تشوفها اياد راضي بكواليس التصوير طرب اصلي جميل هو انا اكتبها بايدي بخطك اي لا هو رموز لان انا اعرف هنا اكتب وقفه قصيره اعرف شنو هي الوقفه وقفه طويله يعني تعرف زين هنا سوي حسين تلاعب مو تلاعب زين تقدر تغني لنا شويه من طرب اصلا شلون كان الجزء مالته اعرف صوت احنا متفقين على هالموضوع بس قصدي ما طول تشرحت خلينا يعني نوصلها بعد اكثر بس اكو اغنيه انا كلش حبيتها بوقتها هو مستخدميها بطريقه يعني لطيفه جدا اللي هي اكو اغنيه الفيروز اوه حسين الغزال مغني الفيروز مغنيها ومغيرين باللحن
الغريب يعني. شلون؟ ولو هي كل الاغاني هم متصرفين بها تصرف يعني توزيع اي اي تصرف رائع يعني زين حلو يعني جميل. شنو؟ تك 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 يا ام سليمان سامعها؟ طبعا فيروز. تك 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 يا ام سليمان تك 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 جوزك وانت تك 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 كان في الحال. هو شلون مسويها؟ او تك 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 يا ام سليمان ترلا تك 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 جوزك وين كان ترلا او تك 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 كان في الحقل عم يطوف خو خو رؤمان يا ام سليمان. هاي محمد يعني حلوة يعني توضيح. نديل شوية من اغنية التايتل الجزء من ناخذ التايتل تايتل يا مال طرب 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 اصلي على مود اتذكره ناخذ نسمع منك ونسمع من صوت الغزال وبتمثيلك. يا رب استر يا رب استر داخلك من هالاغنيه. صعبه هي صعبه هذا بيها شلون طقه مو طبيعي طبعا ها يا رب ما اللحن يعني مو كل شيء مو كلش هسه اللي باقي ببالي مال التايتل اللي يروح يبقى غير بالتايتل اللي ببالي بس ببالك تك تك يا ام سليمان يعني والله يعني زين. اللي اتذكرها زين اياد بهذا العمل انت كاياد راضي يعني ما كنت شويه نوعا ما قاسي على على المطربين؟ راح اخذ اجابتك لكن بعد ان ناخذ فاصل صغير مشان الكرام ناخذ فاصل صغير وبعدها راجعكم. يا رب استر داخلك من هالاغنيه أبيها شلون طقة مو طبيعية يا با يا رب استر دخيلك من هالغنية أبيها شلون طقة مو طبيعية أصلاً أنا لو طقيت لا حد يطلع من البيت وحفلات تجيكم كلها ملغية كلام الغيه. رجعنا بعد الفاصل مشاهدينا الكرام. قبل الفاصل سألنا اياد راضي شنو كان راي المطربين بهذا العمل يعني اكو حد انه مثلا قال لك انه انت قسيت علينا بعض الشيء كنت مبالغ بطرحك بعض الشيء يعني تعرف ان تناولنا بعض المطربين نفس اغانيهم البعض منهم هم اصدقائنا نحبهم يحبونا فحتى نتشاوف صير ضحك بالقضية إنه تناولت هاي الأغنية يعني ما حزعل عليك لا جاي جدا نروح على حربي وقمر هذا العمل اللي أيضا كان عمل جميل جدا و... وكنت أيضا أنت متميز به حبيته؟ أنا شخصية حربي أعشقها هذا مديح له طبعا هذا إلى طريقة أنا عرفت عيال شدوا يلجا لا لا مو مو لازم أحلي هم تعادي ممثلين شباب ولا لا؟ لا أطلاقا ما عندك أبدا ولا تنتحس من أبد أبد والله لا هيك شيء هذا مختبر مو شاي صار هاي شلون هيك هسه تمام صار دوا مال قحم مو شاي هسه صار حلو سوي لي بعيوني ايش قاعد تريد عمو ب 100 سوي عجبتني هاي اوكي هاي بس وحده تاخذ منها بعدين تاخذ اثنين اياد ممتع بكل شيء ممتع بكل شيء وعنده القدره انه يوظف اي شيء دار مداره يعني كوميديه للعلم هو مو دائما يمثل الكوميديا بحياته الاعتياديه نروح على حربي وقمر انت تقول انا عشق هذه الشخصيه جدا جدا فعلا حربي وقمر كاتبها الاخ الكاتب حسين نجار تحيات العزيز أيه. كاتبه بشكل انا متاكد 100% شايف هاي الشخصيه هو شايف يتناغم وياك ها ككاتب يتناغم وياك اي حسين افهمه اكو التقاء روحي بينك بالضبط بالضبط مهمه جدا اكو مرات اذا انت سامع يقولون يشتغلون كادر جروب يشتغلون كل تيم كل الاعمال هاي صحيحه وصحيه صحيحه صحيحه انه تفهم الكاتب كاتب فاهمك المخرج فاهم الممثل الممثل فاهم يشتغلون سوا اعمال جيد جيد فكتبها على اساس انه هو وكانه يعني كاتبها لنفسه لانه يعرف انه اياد راضي اي هو يكتب للممثل فكاتبها بطريقه
يعني أنا كنت أتونس جداً. زين. لذلك هاي الونسة مالتي انتقلت للجمهور للمشاهد. جميل. حبيتها. زين. أكو شخصيات اشتغلتها وما حبيتها وبالتالي ما طلعت حلوة. ما أقدر لا. ما تقدر. إيه ما. أكثر شخصية وصلت للناس عياد راضي برأيك؟ شوفي على هذا يعني. لو هي المشاهدة يعني سلسلة تواصل. لا أكو ظلمت بالمشاهدة قسم من الشخصيات. وأكو لا حتحقق لها قصدك المشاهدة يعني بعرض بعرض يعني تعرف وقت العرض وقت العرض القناة هذه كلها لها تأثير. زين. الترويج لهذا المسلسل قبل بثه. زين. هذه مهمة. زين. احنا لأنه يعني محطاتك كثيرة والوقت مرات يحكمنا يعني أنه احنا لازم نختصر بالأشياء راح أسألك أسئلة وبالتالي أنا يعني محتاج من عندك خلينا نقول يعني أجوبة سريعة. نعم. يعني أكثر يعني أذكر لي ثلاث كتاب أنت مغرم بهم على مود نعطي حق الآخرين. كتاب عراقيين. تلفزيون؟ تلفزيون. يعني مو هم هواية بعدين يزعلون علينا البقية. بعد شلون شو نسوي؟ يعني لازم احنا نريد نعرف رأي أياد راضي بالكتاب العراقيين. يعني مثلا السيناريو شو؟ يعني من الكتاب خلينا نقول اللي يكتبون دراما بشكل رائع جدا حامد المالك. حامد المالك وكانت عندك اجمل الاعمال معاه طبعاً. يعني الحب والسلام. والسلام السيده السيده مذكرات رجل لا مو مذكرات رسائل. رسائل من رجل الميت. بس ما كانت بطولتك كان. اي بس عندي شخصيه صغيره ولكن شخصيه مؤثرة. حبيتها جدا مؤثره بيها ستايل غريب وخاص. زين. ايضا الكاتب احمد هاتف حتى ما انسى الاخرين. جيد انت ذكرت هذا كاتب كتب بيوت الصفيح ما يحضرني اسمه. زين. ماجد او يعني فهدي. زين انت ذكرت رائع. ذكرت هذه الاعمال وهذه الاعمال كانت يعني مع مخرجين متنوعين. سعد هدابي كتاب لو اعطيت له فرصه رائع جدا. وضياء ايضا انت في احد ضياء سالم اللي دائما انسى اسمه. ضياء كاتب مهم بس انا احسه كسول. كسول مثلك. اي مثل كسول. كسول وكتاب الكوميديا حسين نجار بعد يعني اقل كتابه الكوميديا. اي يعني ما كتاب عدنا. الكوميديا ما عدنا. عندنا حسين نجار يكتب كوميديا بشكل فاهم لان يكتب ونظيف. مسرح وعندنا كان كاتب كوميدي للمسرح اللي هو عمران التميمي. اي بس لو متجه للتلفزيون كان كتب نصوص جميله جدا. عمران ايضا عمل بالاخراج. راح اسالك تعطيني انطباعك ورايك بالمخرجين اللي عملتوا وياهم لكن بعد ان ناخذ فاصل شنو رايك؟ اوكي خذ فاصل انت. اوكي يلا فاصل ونواصل. ايش مالك شو الدردم؟ والله يا خالي اشوفك استعجلت. استعجلت؟ اي شنو قصدك؟ يعني استعجلت بسالفه بيت باربون مو وقتها. لا وقتها بنص. انا حكيت ويا الوادم وقلت لهم متفقين تجي انت ولك عمي راح تظلم لك الدنيا كلها يغاضك ظهر وعزوه. بس خالي يعني ذول بيت باربون رادوا يكسرون ظهري. هو شنو يكسرون ظهرك؟ كهم بكيفهم غير يطبقون القانون؟ يطبقون. والله يا خالي انا اقول نأجلها. شنو أجلها؟ تريد تكسر وشي قدام الوادم؟ ها؟ شلون نطلع؟ مو أنا أكو شغلة ما قايل لك بيها. قل لي شنو هي؟ شلون والله يا ربي؟ دحكيها موتتني. وش أنا؟ إيه؟ شلون والله؟ فشلة. شاغر يحكي. وش أنا ما عندي فلوس مال عرس. عارفها؟ شانا ما عارفها بس ولا يهمك. أنا ضام فلوس عندي مال عرس ابني مطشر. وما يغلن عليك. كذا هيك موافق نمشي. أبو شيخ. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. اياد راضي يعتبر نفسه هو نمبر 1 شنو بالتمثيل؟ هو ماكو نمبر 1 يعني مهما توصل انت مرحله لازم اكو بعد لازم تحقق اشياء. اوكي هي. اياد راضي يعتبر نفسه هو الان هو متسيد على الساحه. والله يعني هذه صعبه ما التسيد على الساحه ونمبر 1 ما نقدر نطلق هيك احكام. احنا التمثيل الان ودراما عون بالعراق دراما سهله بسيطه يعني مو كلش يعني دراما عندنا نقدمها احنا لنا. ماشي ماشي. اذكر لي ممثلين من الممكن اياد راضي يحسب لهم حساب ومن الممكن يعني يتابعهم لانه هم منافسين اقوياء لاياد راضي. هم راح ندخل في كل الممثلين هم طبابتنا بالمجامله. لا يعني كل الممثلين يمثلون وياي لازم احسب لهم حساب حتى اللي ما مثلوا. زين كلهم اعطيني اسماء ممثلين شباب يمثلون يعني مثلوا تراجيدي حلوه وممثلين شباب مثلوا كوميدي حلو. من الشباب اللي كلش انا يعني منتبه لهم. منتبه لهم جدا وهم ممتازين رائعين. مثلا حسين حجاج علي عبد الحميد
خليل فاضل خليل دول من الشباب المهمين جدا زين، وانا يعني متنبئ لهم مستقبل راح يحققون اشياء، بس لو تهيأت لهم الفرص. جيد هسه تكلمنا عن هؤلاء الشباب بما يخص سمر قحطان زين، ولا واحد بهم ذكرت لي كوميديان، ذول ذكرتهم ماكو واحد. الشباب الان اللي بالكوميديا، شوف الكوميديا صعبه، كوميديا مو شيء سهل زين. الان دا يتصور البعض الكوميديا قرار من عنده، يقول انا راح امثل كوميديا هسه الدور، يعني هو يقرر يمثل كوميديا فيدوس الدقمه تطلع الكوميديا ايش تسواها زين، وراها يقول والله شبعت من الكوميديا. انت مثلت الكوميديا ولا التراجيديا؟ مو فخر من الله غير من الله، يعني ما دقمه ودس لا ما زين. شبابنا الكوميديان من الحلوين والله الظاهر يعني راح تنزل الشمس لازم. اي شباب ما يعني ماكو شاب شفته كلش لماح، مو الكوميديا مو ان الضحك فقط، يعني بين قوسين يا دراب يقول انه ان تكون عندك سرعه بديهيه، ان تكون لماح يعني ذكاء على لسانك. ماكو مو ماكو، بس يجوز ما نعطيهم فرص ما شايفيهم زين، لان كل الان كلهم من جيلي يشتغلون. شخصيه يتمنى اياد راضي يمثلها والحمد لله ما مثلها. انت مثلت دور الشقاوه، مثلت دور المجنون، مثلت يعني شخصيه المحب، مثلت شخصيه الجندي، مثلت شخصيه الكوميدي، مثلت شخصيه الكل. انا احب يعني مثل الان شخصيات تاريخيه ومن زمان انا يعني اتمنى انا مثل شخصيه الجواهري راحل الشاعر الكبير والزعيم عبد الكريم قاسم، يعني هذين شخصيتين اتمنى اشتغل. تتمنى تمثل زين، وانا اتمنى انه يعني حوارنا يطول معاك، لكن للضروره احكام وقتنا من برنامج الموعد انتهى. انا سعيد جدا بلقائي معك، انت ممثل، انا برايي وبراي الكل انت ممثل كبير وليس الله يخليك يعني الله كبير الله يسلمك من ذوقك، عطائك كبير ومهم، اتمنى لك يعني المزيد من التالق. طيب ولو كانت عندنا سينما فانت لا تقل شئنا عن اهم ممثل في الوطن العربي لانك اياد رابع. الله يخليك اياد رابع يسلمك. راح نودع المشاهد بمشهد تمثيلي من عندك او نكته او اي شيء تحبه او اغنيه. مشاهدينا الكرام اترككم على الخير، لكن اسمع جمله من عندك وعن رحلتنا اليوم وبعدين. يعني سعيد ان التقيك اخ عقيل، انت يعني تحفز المقابل لان يتحدث، يقدم اشياء ما حاكيها سابقا، تبحث عن الجديد، دائما تحب ان تطور من الاشياء اللي انت تكون مسؤول عنها. كان يكون هذا البرنامج موعد، اتمنى له ان يحقق نجاحات كبيره ومهمه ويبقى مستمر، لأنه يعني هو يعني نتمنى أن يكون لدينا برنامج مستمر ومستمر مع الفنانين بوجودك أنت، لأن أنت تستحق. وأتمنى لقناة الرشيد كل التوفيق، وأشكر كل الأخوة الزملاء خلف الكاميرات، المصورين، الإخراج، الإضاءة، شكرا جزيلا، تعبناهم اليوم، انتقلنا من مكان المكان، هم حابين الحلقة كلش. يلا خلينا نختم البرنامج بمشهد يشفى شيء بسيط، يعني قومة زينك شلون زين زين صف. لا اقرار للرساله يلا، وين اقرار للرساله؟ يلا ابدا. انا كلش احب هذا المشهد والله ما حافظ هذا. يلا هي بيها مش بالرساله، بيها فد مقطع حلو اي من يقعد اي هو قاعد بالقاع شايفه ركبه تطلع منه صار هنا زين. شو تقول له من يفتح الرساله؟ اول ما يفتح طبعا يفتحها هو بالعكس ويديرها زين. شو يسوي؟ لا لا ايه مو طويله يعني على اساس هو يقرا جرايد، هاي شنو بالنسبه له؟ ودعنا المشاهد بهاي الرساله بس بنفس شخصيه. شوف اياد، شوف تقنيه اياد العاليه شلون قدر يتقمص شخصيه بقيمه سليم البصري. اي لا 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 مو اي لا لا اوكي، هذا درس حلو، درس شلون الممثل ممكن يهيئ نفسه ويعيش الشخصيه. هاي لحظه مهمه. اي لا مو طويله زين، بس دقيقه اي خليكوا وياي. امت الفريزه فت الكهرباء على مود يعيش الشخصيه زين. إذا انطينا مجال يا بس حكي انا يدوك في لا تنصبي النعزه. ديكي ديكه حجيجه يا حجيه شبي ديكه
ديك احتمال مريض دي يقول وكاتبه شويه طويله ما ادها يعني مريض اي حاجه ولا تيفو تيفو حجي شبيه حجي ولا تيفو ماكو تيفو اي حجي خرعتني ولا تيفو بال فلفين نحوي ديكي نحباني للو شنو نحباني للو حجي والله ما اعرف دخلي اكمل لا تظلين تنطنطين هو ما يقول تنطنطين تنطنطين لا انا اخوه مو امه ها انا اخوه هسه جايب الركس طلع اخوه ما يعرف يقرا انا اخوه لا مو اخو انت ابو غانم ابو غانم ابو غانم يلا أبو... لا تدري ابو غانم ما دبرتها لا انت تدري لسه ابو غانم اي ام غانم طتك عمرها ورا ما قريت الرساله ما افتهمت ماتت اجيت انا ابو غانم خاف ابو غانم ما يموت من ورا الرساله لا لازم اقراك يا صح راح اقراك يا صح اي اقرا لي يا صح هسه ابو غانم وام غانم لان ابو حتى نفك اللغز خطيه مال ماكو شخصين امي العزيزه اي اهديكي اطيب التحيات هاي تحياتي للو يعني تحياتي للوالدين للو تحياتي للوالدين ابنك المستحلص يعني ابنك المخلص غاتهم غانم صحته مو تروح تقول ما اقرا لي اياها راح اشكر حج راضي فعلا يستحق هذا الشخصيه الكبيره يستحق الشكر اشكركم مشاهدينا الكرام اشوفكم على الخير على المحبه من قناه المحبه يا ابو هذا الشكر صار ساعه شكر باي باي راح نضل الصبح شكر مشاهدينا